ومن أوصاف البطال أنه مشغول بلا شغل. كاين ناس مشغول بلا شغل رايح حياته هدر، يجلس وكأنه لم يخلق لي شيء، قاعد فقط، حياته كامل قاعد فقط لا ينفع في شيء. ولما تسأله زرت فلان مريض فلان، والله ما زرناش الدنيا كلتنا دي، قاعد انت نهار كم انت قاعد ما فعلت شيء. وهذا الجلوس من علامات ماذا؟ من علامات الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أول حاجة ربي سبحانه وتعالى يسألنا يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كلها في الأوقات. المال تاعه يسأل من أين اكتسبه فيما أنفقه، ولكن يسأل عن عمره وشبابه، يسأل عن عمره فيما أفناه وفي شبابه فيما أبلاه، يعني العمر كامل. وزيد نسألك عن الشباب خاصة، لأنه الشباب كنت فيه قوي، لابس عليك عقلك مليح، قوتك لابس بها، رجليك صحاح، يديك صحاح، عينك صحيحة، تشوف مليح، تسمع مليح. ثم نزيد ندقوا معيك مليح في الأسئلة، وسألناك على عمر كامل، بصح نحيلي تشوف أيام شباب هذوك نزيد نسألك عليهم مليح، لأنه هذوك هما الحكاية تاعك كامل. تمام، هذيك هي الحكاية، أن يسألك ربي عن أوقاتك التي أعطاها لك، عن الليل والنهار. وهو الذي جعل الليل والنهار، ماشي باش نقتلوا الوقت، ماشي باش نمضيوا العمار تمشي هكذاك برك، ماشي باش نطبعوا برك كما رانا نقولوا حنا. جعل الليل والنهار خلفة لمن؟ وش معناتها خلفة؟ معناتها الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، وهي رايحة، الليل يجيب النهار والنهار يجيب الليل هكذا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن؟ لمن؟ لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. معناتها اللي عاش حياته كلها في التربية والتعليم، عاش في تزكية وعلم، هذا هو يتذكر أراد شكورا. علم وعمل، يتذكر علم، عمل أراد شكورا، الشكور هو العمل. إذن هذا هو النوع من الناس الذين يفلحون في أوقاتهم. قال ربي جعل الليل والنهار خلفة من أجلي أن تكون إنسانا ذاكرا شاكرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حب يدخل باش يجيب المكانة في هذا الليل والنهار. إذن سر النجاح، وكأن ربي يقولنا، مش وكأن، ويقولنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية الفرقان، في أواخر الفرقان، قال لنا أنا خلقت الليل والنهار، المهمة العظيمة تاعك أنت باش تقوم بها أن تكون إنسان ذاكرا شاكرا، ذاكرا شاكرا، يعني تكون كل حياتك. وأنا نزيد نعاود ننبهك مليح باش ما تغلطش، وباش تفهم الدين مليح نعاود ننبهك، ما تزيدش تتصور أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناتها أنت إنسان يوم كامل وأنت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أو أدنى يروح يصلي الله أكبر صلينا، ومن بعد نزيد نسبح الله أكبر الله أكبر، داري شكون يوكلهم؟ وأشغالي واش ندير بها؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، لئن يغدو أحدكم إلى الغابة بحزمة من حبل أو بحبل فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيأكل أو يطعم بها أبناءه خير له من أن يمد يده. واليد العليا خير من اليد السفلى. إذن حنا كي تخرج تخدم، تخرج وتخرج بديك النية الطيبة، ونيتك أنك تطعم أبنائك، نيتك أنك تخرج ذرية صالحة، نيتك أنك توكلهم الحلال باش يخرجوا صالحين، باش ما توكلهمش الحرام يخرجوا مجرمين، نيتك أنك ما تمدش يدك تعفف وجهك، نيتك أنك تعز دينك بهذاك الشيء، هذاك هذيك النية الطيبة ورجوعك إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة، والتزامك بدين الله وأنت في العمل، في أثناء الصلاة، في التزامك في الاختلاط، في التزامك في أشياء كثيرة، هذه كلها تعتبر من العبودية. لأنك أنت الآن ربي أعطاك واحد الآية قال لك فيها قل، شعارك هذا تمشي به حياتك كاملة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربع حوايج، زوج حوايج عبودية، صلاتي ونسكي، وكاين محياي ومماتي. وش معناتها؟ معناتها يقول لك ربي عز وجل هذوك الزوج لهم كما هذا الزوج، كلها لله رب العالمين، في ربعة هذو لله رب العالمين. معناتها كي تخرج تخدم، تروح تلعب كرة، تدير رياضة، راك تدير في الجسم نتاعك، راك تداوي، راك تروح تخدم في العمل نتاعك ولا في تجارتك ولا في الصنعة نتاعك، مشيت في نزهة مع أصحابك، راك تنام ترقد في النوم نتاعك،
شريت لباس ليك انت تستر نفسك به، شريت لوليداتك وكلتهم شربتهم كلها، هذيك كيما صلاتك دير نيه يمشوا كيف كيف لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. علاش حنا دايرين صلاتي نسكي لله؟ عبد في المسجد وفي العمره وفي الحج، وين في المارشي وفي الخدمه وفي البحر وفي الغابه وفي الشارع نولي شيطان، نحينا لله في يوم هذوك وتصورنا علىه، تصورنا ان لله تبقى في الجامع، وهذيك غلطنا. على ذلك ولينا زوج شخصيات، ولينا هنا عباد وبرا عباد واحد اخرين، هنا عباد لله وبرا عباد لشهواتنا. وكاين ناس اخرين فهموا خطا وجعلوا غير صلاتي ونسكي لله، وقالوا بلي ما كاش محيا يوم ماتي، وخرجوا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وجعلوها رهبانيه، وفهموا بانه لازم يريح غير يعبد في ربي برك، يعني ودار رهبانيه كما داروها النصارى، رهبانيه ما كتبناها عليهم. واش ولا الانسان يتخيل في ذاته باللي باش يطلب علم ولا باش يعبد ربي ولا باش يكون انسان متقي لازم له ما يخدمش، لازم له ما يخدم. يقول لك نتفرغ نتفرغ، اللي يقول كلمه نتفرغ هذا انسان لا يدرك حقيقه الاشياء، ما يعرفهاش في حياته، ما يعرفهاش. كي تتصور الاشياء على حقيقتها تولي تتعامل معها. الدنيا ما فيهاش تفرغ، كاش تفرغ في الحياه؟ لو يستنى باللي يتفرغ في الحياه، اللي يستنى باللي يتهنى في الحياه، اللي يستنى باللي الحياه هذه الدنيا دار جزاء ودار استقرار، غلط. راح تولي تمشي مشيه مشي تاعك. ولذلك يجب علينا ان نمشي في الدنيا بقوانين الدنيا، وفي اليوم القيامه كاين قوانين يوم القيامه. الدنيا عندها قانون تاعها، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معناتها انا كما تشوفني في الجامع، كي تجي عندي الخدمه في المكتب ولا في الورشه ولا في الفلاحه كي يكون فلاح، انا هو ذاك الانسان، انا هو الانسان اللي نعبد الله. يعني نقول لك باللي لا هذه حرام، ما نديروهاش المعامله هذه حرام، لانه الله اكبر كنت نقولها في المسجد، كي تخرجني نديها معايا وانا فلاح، ندي معايا الله اكبر وانايا نجار، ندي معايا الله اكبر وانا نخدم في الميكانيك، ندي معايا الله اكبر وانا مدير، ندي معايا الله اكبر وانا عساس في الدخله تاع الباب، ندي معايا الله اكبر وانا استاذ. الله اكبر تمشي. الى ما خرجت معك الله اكبر من المسجد من الصلاه وديتها معك في محياك ومماتك، راك ما حققتش العبوديه لله تبارك وتعالى، وانت تكذب على تدينك. ولهذا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يولي الإنسان عبد لله في كل مراحله، في زهوه وضحكه وبكائه وفي تجواله وفي فسحته وفي كل أحواله، هزلا وجدا وجماعة وفردا وسفرا وحضرا وغينا وفقرا وصحة ومرضا، عبد لله في كل أحواله. وهكذا يكون الإنسان على عبودية سائرة في حياته إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.